600 متر في شاطئ مدينة بنزرت، مضيفاً رقماً جديداً لسجله العالمي الزاخر. ويطمح نجيب الهادي ذو 68 عاماً وصاحب التكوين العسكري إلى تحقيق إنجاز جديد يتمثل في جر البارجة الحربية التي اشتغل على متنها في السابق تكريماً للمؤسسة العسكرية. كربتين باش نقول لكم نتاع حيره فيه هونيفو تري هونيفو، هذا يحرك المواجهه نتاع ابطال العالم. تحكمت في الريتم نتاعي كيما حبيت. فما لقطات انا نعوم وانا راقد ونغزل الباتيمات، كل باتيمه نحكي عليها حكايه، وخلقت نتصرف في الجاهزيه نتاعي. جو سوي بري وعرفت قيمه التحدي وخططت وبرمجت ونفذت ونجحت.